السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا في الفترة اللي فاتت. خلصنا سلسلة أودو ديفلوبمنت للمبتدئين، وسلسلة أودو امبلمنتيشن، وبدأنا سلسلة أودو هاو إتس ميد. الحمد لله مشينا فيها، عملنا فيها 3 أو 4 فيديوهات قويين من فضل الله علينا. بعد كده أنا يعني ألزمت نفسي بحاجة أنا معرفش، إن أنا أسأل الله عز وجل إنه يعيني فيها. أنا ديفلوبر من 2014، لكن أنا يعني حابب أتعلم. أنت كونك كديفلوبر لازم تكون فاهم شوية بزنس، لازم يكون عندك خلفية بزنس شوية، تمام؟ فانا عايز اقول ان انا مش امبلمنتور، انا مش راجل بتاع بيزنس، لكن احنا هنذاكر بيزنس مع بعض. لذلك انا اعلن بسم الله ان احنا هنبدا دوره اودو يوزر دوكيومنتيشن او اودو امبلمنتيشن كورس. هنبداها مع بعض ان شاء الله في القناه. هنذاكر، يعني لا اقدر اقول ان احنا هنبدا نذاكر مع بعض. انا مش امبلمنتور، بقولها تاني. انا يعني مؤخرا بدات اتعلم امبلمنتيشن، لكن انا مش امبلمنتور بشكل كبير. انا افهم طبعا في الامبلمنتيشن، وافهم بحكم عملي بقالي فتره طويله، لكن مش دي وظيفتي الاساسيه. كويس. فاحنا هنبدا بسم الله مع بعض، هناخد دوره جديده في الامبلمنتيشن او اودو يوزر دوكيومنتيشن. مش هنتكلم خالص عن الديفلوبمنت، تمام؟ هدف الدورة دي، إن أول هدف ليه، أول هدف هيكون ليا بصراحة. يعني أنا حابب إن أنا أتعلم، وحابب إن أنا ألزم نفسي إن أنا أتعلم. فهنحاول نقرأ الدوكيومنتيشن من بعض ونتعلم مع بعض. أول هدف. تاني هدف إن أنا يعني أوصل العلم اللي يقدر يوصل لي بسهولة، أوصله لحضراتكم. تالت هدف إن أنا مؤمن إن لازم يكون كل ديفلوبر اودو لازم يكون عنده الحد الادنى من الامبلمنتيشن. وانا اظن ان شاء الله ان احنا هناخد الحد الادنى في الكورس بتاعنا بتاع الامبلمنتيشن ده. فانا انصح كل ديفلوبر ان هو يتفرج على السلسله دي، لان برضه هنتكلم فيها يعني بعقليه ديفلوبمنت شويه، تمام؟ يعني انا مش عارف ايه القادم، لان انا يعني قلما بفتح الصفحه دي، لكن انا فتحتها وتوكلت على الله عز وجل ان هو هيعيننا. هنبدا ناخد السايكل البيزنس من اول خالص، يعني من اول الجنرال، او ممكن يعني الجنرال حاجات تفهم. ممكن نبدا من اول ديسكس موديول، مرورا بالسي ار ام، بالسيلز، بالبرتشيز، بالانفويسنج، بالاكونتنج، والسبسكريبشن، بروجكت، تايم شيت، بلاننج، فول سيرفيس، بوينت اوف سيل، وهكذا، تمام؟ طيب، هيكون عندنا شوية ميثودولوجيز كده في التعلم. ان يعني ده لونج تيرم كورس، يعني او سلسلة طويلة الامد. احنا هنتعلم في ال هنتعلم الكورس ده هنتعلمه في الكوميونتي. والحاجة اللي مش موجودة في الكوميونتي، هنفتح نسخة انتربرايز من على رامبوت ونشوف عليها الحاجة، تمام؟ لكن هي مين اللي هتكون للكوميونتي يوزرز. يعني حاجات مش موجوده في الكوميونتي زي الاكاونتنج والانفويسنج، هنحاول نستعيض ببعض الابس اللي موجوده على الكوميونتي كفري، بحيث ان احنا نستخدمها. ودي ان شاء الله برضه هتكون احد نقاط القوه بتاعه الكورس ده. اللهم صل على النبي. المفترض بعد نهايه الكورس، زي ما قلت لحضرتك كده، انه ده مخصص مش للمتخصصين، ده مخصص للديفلوبرز اللي عايز يكون عنده خلفيه الامبلمنتيشن، مخصص للمبتدئين خالص اللي عايز يدخل للامبلمنتيشن. مصادر التعليم بتاعتنا هتكون الدوكيومنتيشن الاساسيه، اسمها اودو يوزر دوكيومنتيشن. هحط لحضراتكم اللينك تحت الفيديو. يعني نسال الله عز وجل التوفيق، ونسألكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.